تمر، بعد ما شفنا هالتقرير يعني عم نحكي عن ضعف المناعة ومع تقدم الأعمار، يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء هلا أنا وياكي وضيفتنا عن أهمية تقوية جهاز المناعة. اليوم بدنا نحكي معها أكثر عن بعض العادات الخاطئة بتقوية جهاز المناعة الحالية، بأنه في هلا كورونا، فهلا بلشت العالم شوي تفيق على صحتها. هبة عبد الغني أخصائية التغذية، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح السادة المشاهدين. هو موضوع المناعة هلا موضوع الوقت بظل هاي الجائحة اللي عم تجتاح بلدنا، صار حديث الصغير والكبير وصارت هاجس عند الجميع، والكل عم يحاول يوصل بس للطريقة الصح اللي أنا بدي أتعامل فيها مع جسمي وأوقي نفسي من الأمراض لحتى أوقي نفسي وعائلتي. يعني هي شخص مو بس كحالة فردية، إنما هي كأسرة كاملة وكأشخاص أنت عم تتخالطي معهم وتجتمعي فيهم، فبتخافي إنه تنقلي الإصابة لإلهم إذا أنت انصبتي. موضوع المناعة كتير شيء كبير، ما أنا وليد اللحظة، يعني ما أنا في وبنام بلاقي مناعتي قوية. المناعة هي عبارة عن جهاز كامل في له سيستم معين بشكل تراكمي لمدة سنوات. يعني إذا بدينا من أول خط للجهاز المناعي اللي هو الجلد، هون ما حقدر أنا أخذ أدوية أو حط كريمات أو هون أنا بس بدي حافظ على نظافة الجلد لحتى يكون أول خط مناعة لإلي بشكل سليم وصحي ويمنع دخول هاي الفيروسات لإله. بعدين بنجي على الجهاز اللمفاوي أو كريات الدم البيضاء. عم لاحظ انه في خلل كتير كبير عنا هون باخذ الانتبيوتيك، يعني كل الناس متجهه انه تاخذ دواء التهاب او تاخذ حبوب من باب الوقايه. خلينا نحكي عن هاي النقطه، انه العالم او الناس بشكل عام كلها خايفه هلا من فيروس كورونا، كلها صار بدها تقوي جهاز المناعه. يمكن الطريقه خطا، يمكن الوصفات اللي عم نعطيها لبعضنا كلنا انه لازم ناخذ مثلا الزنك، لازم ناخذ فيتامينات معينه وبشكل يومي، يعني كلياتنا عم نوصفها لبعض يعني من غير ما نرجع على الطبيب. خلينا نحكي عن هاي الأساس وشو هو الشيء الخاطئ فيها. الجهاز المناعي بيعتمد مبدأ القفل والمفتاح، يعني هذا الفيروس دخل على هاي الخلية ارتبط معها فعطى مقاومة، والفيروس ما التقى له لقاح لأنه هو فيروس متغير، يعني إذا دخل من شخص لآخر لآخر عم يتغير ويتبدل. يعني الدواء اللي بياخده هذا الشخص ما لح يفيد غيره. هذه اللي دائما أنا بقوله لكل المرضى، أنت بتلبسي بلوزة بتلبق عليك، على غيرك ما بتلبق. الدواء والجرعة والفوعة اللي بدك تاخديها بدها تكون لهذا الشخص موصوفة من قبل أخصائي. جهازي المناعي أنا بقول لهم دائما مثل ست البيت، كل ما جبت لها حدا يساعدها في أغراض البيت بتصير اتكالية أكثر وبتبطل تشتغل في بيتها. جهازي المناعي كل ما عطيته أدوية أنتبيوتيك، مصبطات، مدعمات، هاي الأشياء بوقتها الغير مناسب أو من باب الوقاية، إذا أنا كنت أفكر إنه وقاية، كأني عم أقوله للجهاز المناعي وقف على جنب لبقى تشتغل. حتى هو بياخذ موقف بيقول لك إنه خلي أنت تدعيم من برا أو تدعيم خارجي من قبل الأدوية. الجهاز المناعي هو وظيفته أنه ينصاب الجسم وهو يدافع عنه، فهي وظيفته الأساسية. ليش أنا عم نحي عن هاي الوظيفة اللي هو اللي نوجد لها؟ الإصابة ما أنا مشكلة، بس التعامل مع الإصابة أو المشاكل اللي عم تصير قبلها هي المشكلة بحد ذاتها. كلياتنا معرضين، سواء كنا فئات صغيرة بالعمر أو كبيرة بالعمر، فكلياتنا معرضين. نحاول نحافظ على جهازنا المناعي، ما نعطيه شغلات تضعفه مثل الأنتيبيوتيك، مثل الأدوية اللي ما أنا لازمة، مثل الزنك. كتير عم بسمع عن موضوع فيتامين سي والزنك عم يتاخد بكميات كبيرة. يا جماعة هو عبارة عن دواء، يعني فيتامين سي هو عبارة عن حبوب فوار عم تدخل عم تشكل حصيات في الكلية، فعم تعمل لي مشكلة بالكلية. هاي إذا غضينا النظر إنه هذا الشخص ما عم ياخد أدوية معينة، لأنه كل شخص له أدويته محددة. في ناس عندها أدوية مزمنة مثل الضغط والسكري، في ناس عم تاخد أدوية غدة أو تماما. يعني نحن عم نقول عم ناخذ هذا الدواء وعم نغض النظر عن الاختلاطات اللي يمكن تحدث عند اي شخص عم ياخذ ادويه ثانيه. الزنك يلي كثير هلا دارج انه خذوا زنك، زيادة جرعة الزنك، نحن قلنا فوعة محددة أو جرعة محددة خلال النهار، هو يعتبر من العناصر الزهيدة، يعني كمية قليلة منه خلال يومين أو الثالث أنا باخذ الجرعة وعم توصلني عن طريق غذائي، فأنا ماني مضطرة آخذها بشكل أدوية.
لما عم باخدها بشكل أدوية وبشكل مكثف وبجرعات غير مدروسة، بس لأنه جارتي قالت لي وابن عمي أخذ وفلانة راحت عند الدكتور ووصف ليها، الزنك زيادة الجرعة فيه عم يسبب تحلل الخضاب، والخضاب هو أهم عامل لنقل الأكسجين يلي عم يكون أهم عرض بموضوع الكوفيد يلي هو نقص الأكسجين وقدرة التنفس. يعني كأني أنا عم خرب جهاز الدم عندي وعم قله لا تشتغل شغلك الأساسي اللي هو نقل الأكسجين. يعني أنا بهاي الناحية ماني عم في جسمي، أنا عم ضره. يمكن يكون إلي احتياج أثناء الإصابة نتيجة نقص الموارد الغذائية أو نتيجة نقص المغذيات، يمكن عن جد إني أنا أحتاج لهي المغذيات بس خلال الإصابة أو خلال التعافي. يعني عن جد أنا بحاجة لهي الأوفر دوز أو هاي الجرعة من هاي الغذاء أو هذا الدواء خلال الإصابة تماما، لما يعني يمكن فيها عارض فقدان الشهية، فالواحد مضطر إنه يأخذ هاي المكملات الغذائية لا يقوي مناعة جسمه. يعني خلينا نحكي أكثر شوية عن كثير من كبار السن، أمنا أبونا ستنا جدنا عندهم هي هذا الخوف، وهل نحن خايفين عليهم؟ مثل ما قلتي يمكن هلا تحت الهواء الجهاز المناعي هو تراكمي للتقوية، فخلينا نحكي هلا بهذا الوقت نحن كيف فينا نحافظ على تقوية جهازهم المناعي لكبار السن؟ لما بنحكي عن كبار السن بتعرفي في تغير هرمونات، في تغير خلايا، ف يعني مع العمر كمان بتضعف، ما عاد بتضل نشيطة مثل الأول. تماما، كبار السن يعتبروا الفئات الهشة، ليه؟ لأنه هن عاشوا مرحلة عمرية محددة 50 60 أو 70 سنة. أنا بقول لهم هذا الجسم يستهلك أو استعمال لمرة واحدة، يعني هذا العضو أو هاي الأجهزة اللي عندي تخيليها عم تشتغل 60 70 سنة بدون راحة، أو كيف إذا أنا كنت مستهلكة بطريقة غلط أو معرضة لأمراض. كيف إذا ترافقت هاي الأعضاء والأجهزة عند كبار السن بأمراض مزمنة مثل السكري والضغط، ارتفاع توتر الشرياني، فأنت تخيلي ضعف هذا الجهاز عندهم، مشان هيك هن أكثر إصابة من غيرهم، لأنه هذا الجهاز المناعي عندهم استهلك على مدار السنوات السابقة، عم يترافق مع أمراض مزمنة. كلمة مزمنة يعني هي صديقته طوال العمر لآخر العمر. كلمة مزمنة يعني عنده أدوية هرمونية، عنده أدوية استقلابية، عنده أدوية عم ياخدها عم تترافق مع خلل تاني عم تسبب نقص كالسيوم، عم تسبب نقص في الكتلة العضلية، عم تسبب له تغير في المزاج. فكل هاي الخربطة اللي عم يمرق فيها كبير السن نحن كتير بدنا نعامله بطريقة خاصة. أكيد بدي أقول لك على نقطة، إنه الجهاز المناعي كتير بيرتبط كمان بقوتنا مثلا نحن الصحية والنفسية، كتير بتأثر على الجهاز المناعي. انتشر كتير عند الناس كلها إنه كبار السن إذا تعرضوا لفيروس كورونا حيأدي لعبهم أكتر، يعني بدنا شيء يقوي لهم جهازهم المناعي، بدنا شيء يقويهم بإما الأعشاب الطبيعية أو المأكولات الطبيعية. خلينا نحكي عنها بشكل أكبر. التوصيات في التوصيات الأخيرة في ظل هاي الجائحة عم تقول إنه أنا عندي مجموعة من الأغذية إذا أخذتها بتساعدني على أني أعوض الفاقد اللي عم يحصل أثناء الخلل أو المرض، وتساعدني على أني شوي حافظ على جهازي المناعي. أول شيء أنا بدي أعرف إنه خلال المرض أنا بفقد كمية كبيرة من البروتين. كلمة فاقد بروتين يعني أنا بدي أخسر كتير من مخزون عضلاتي ومن مخزون جسمي. كيف بعوض البروتين؟ كل كيلو جرام من جسم الإنسان أو جسم الشخص بعطيه 2 جرام بروتين، يعني بحسبه على أساس وزنه بغض النظر هو شو حالته أو شو عمره، مو لأنه جاري أخذ نص كيلو أنا لازم أخذ نص كيلو مثله، لا، أنا بحسب على وزني وحالتي. لما بعوض البروتين أنا عم عوض الفاقد اللي عم يخسره الجسم. التوصيات الثانية اللي بتقول أنه أنا لازم أخذ الألبان والأجبان الحامضة لحتى تساعد على فوعة المعدة أنه تقاوم هاي الفيروس، يعني كاسة لبن عيران، مو يعني مع توم وبصل وهدول الاشياء، لا ابدا، كاسه لبن عاديه بدون ملح انا فيني اخذها لعد الفلورا المعده والاحماض اللي فيها اللي موجوده حتساعدني على انه تزيد المناعه. الالياف المعقده، الالياف المعقده عم تضل قاعده في جسمي وتعطيني طاقه، مثل البقوليات. انا بدي ابتعد شوي عن اللحوم لانه يمكن تضعف المناعه في هذا الوقت بالذات بظل الحراره المرتفعه. البقوليات مثل العدس والحمص والفول، انا عم باخذ وجبه بروتين
كاملة متكاملة بتعطيني احتياجاتي والألياف بتضل وبتوقي الجسم. بدائل صحية غذائية عن موضوع مثلا فيتامين سي، كل الناس عم تتوجه للفوار أو للحبوب الجاهزة. هذا له سبب لأنه في غلا من الليمون يعني كان تمام. غالي بس هلأ نزل الليمون يمكن للأسف نحن هيك وجهناهم أنه يتجهوا للليمون. في 100 بديل عن فيتامين سي بطريقة الغذاء، كل قرن فلافلة في 4 أضعاف كمية فيتامين سي الموجود بي. والليمون كمان بدي بس ونوه للقصة انه هو بسبب تخرج بالمجاري التنفسية العليا وبزيد السعلة وبزيد الكحة، يعني انا يمكن عم كون عم باخد جرعة من فيتامين سي عن طريق الليمون بس عم ضر جهازي التنفسي. بدنا دائما نوازن بين السلبيات والايجابيات، وفيتامين سي الموجود بالليمون او بالعصير اللي نحن عم نحطه مجرد ما نحط بمي كلسية رح تتخلب خلايا فيتامين سي وترتبط مع الكلس وما استفيد منها. فانا بدي اخد شيء ما يضر جهازي التنفسي، تكون كميته قليلة سعره مقبول وفائدته كبيرة، مثل مثلا الفلافلة. هلأ موسم التوت سواء كان التوت الشامي أو التوت العادي، الفريز كان سابقا فينا ناخده عن طريق السبانخ، الخضروات الداكنة الغامقة فيني أخده عن طريق الحصرم. قشر الحصرم عم يتم تجفيفه وطحنه مثل السماء واضافته على الزعتر والمنكهات التانية، عم تطلع رهيبة طعمته ومانه مكلف، وبالذات انه في كمية كبيرة من فيتامين سي. نبتة السماء مع الترمس او مع اي اضافة تانية للغذاء كمان عم تكون غنية. انا عم بحكي عن مادة غذائية كميتها قليلة يمكن حفظها بكل الاجواء، ما انا بحاجة لبراد او فريزة او اني انا اجيب كمية وتتلف واخسر هاي المادة. عم بحكي عن شيء انا فيني اعطيه لكافة افراد الاسرة بدون ما اتضايق وامنها لعائلتي. خلينا نحكي عن الزنجبيل والقرفة، شو رأيك فيهم؟ الزنجبيل والقرفة هن بيزيدوا معدل الاستقلاب. لما أنا بدي أخده وأنا من الأصل عندي زيادة معدل الاستقلاب وزيادة معدل حروري لما عم يكون في عندي إصابة، معناها هي خيار خاطئ. هي يمكن قبل الإصابة تساعد إنه مضادات الأكسدة تلملم الجذور الحرة توقي شوي، بس مع الإصابة أنا بكون عم زيد فوعة المرض ماني عم فيدها. الزنجبيل والقرفة فيهم مضادات أكسدة بيساعدوني على الوقاية، بس خلال فترة المرض أنا يمكن زيد الأعراض مثل ما بستهلك الليمون وبسبب تخرج المجاري. القرفة والزنجبيل بوقت الإصابة ممنوعين. بنتمنى أكيد الشفاء لكل المرضى والله يحمي الكل، ومتشكرك متشكر معلوماتك القيمة ومشوفك أكيد مرة ثانية. نتمنى لكم الصحة والعافية، ونتمنى الكل يتوجه بطريقة صحية لأنه صحتنا أمانة إلنا ولأهلنا كلياتهم، وما بنتمنى أنه نشوف حدا مريض أو نضطر أنه نوصل لمرحلة ما نلاقي دواء لهالكمية الكبيرة من الناس المصابة بالصحة والعافية. شكرا لك يا هبة ونورتينا، وأكيد نتمنى لك الصحة. شكرا لك.